المصباح. البعض ربطها بالطقوس الدينية، والبعض الآخر ربطها بالحجارة الكريمة التي سحرت الإنسان منذ القدم. بالمحصلة حظيت على مكانة دينية واجتماعية خاصة بين الشعوب العربية والإسلامية، وخاصة هنا في الكويت، إلى أن وصل سعر بعض القطع منها إلى آلاف الدنانير. في بعض المسابيح لها تأثير على الإنسان، يعني أولا هي بتستخدم أساسا من الوجهة الدينية في التسبيح، وفي ناس بتاخد المصباح كتجارة واستثمار في بعض الأنواع يصل أسعارها لآلاف الدنانير، ودي تؤخذ في الاستثمار للاستثمار، بيقتنوها للاستثمار، يعتبر ذهب الرجال وهو الكهرب، من أفضل المسابح على مستوى العالم لأنه حجر كريم، حجر طبيعي. المسابح تنقسم قسمين، قسم من أصل صناعي مواد مصنعة، وقسم من أصل طبيعي. فالقسم من أصل طبيعي زي الكهرب، زي الفيروز، زي شاه مقصود أو ماء زهر، زي العاج الطبيعي، زي العقيق بأنواعه. القسم المصنع من مواد مصنعة تتميز بها ألمانيا، وسر تصنيعها لا يوجد غير في ألمانيا فقط، لكن يخرط في أي مكان بالعالم، زي الفاتوران الصب الجديد والصب القديم، زي الزعفران، زي المستكة، زي أنواع البلاستيك اللي تتميز بها الصين. الكهرب رقم واحد. كم أسعار الكهرب يعني؟ الكهرب تتراوح من 100 دينار فما فوق لآلاف الدنانير، من 100 دينار لآلاف الدنانير حسب قدمه وحسب نوعه. المطلوب أكثر شيء هو الكهرمان، ومحافظ على سعره. نعم، وكل ما لف ازدياد، كل ما يقدم يزيد سعره. شنو السبب وشنو أسعاره؟ حجر طبيعي لأنه قديم ومتعارف، يعني في الكويت كثير متداول، فإله شعبية قوية. والأكثر شيء الكهرمان. في أنواع ثانية مثل الزعفران، مثل الفاتوران، مثل العاج، مثل اليسر، في الأنواع العادية كمان بس طلبها قليل. احنا من خلال معارفنا، من خلال الزبائن، من خلال احنا عندنا اطلاعات يعني خارجية وعلاقات، فنعرف لا الكويت في الكهرب لا تقارن. أو ممكن تلقى مصباح يعني صغير نعم بعشرين دينار، هذا كأقل ممكن تلقى فوق يعني فوق الخمسين ألف. في عندي صديق دفعوا له 50,000 ما باع مصباح. في مصباح ما باع. كهرمان ألماني حبة كبيرة قديم جدا، مصباح نظيف طقة واحدة ما باع. حاليا الشباب أكثر شيء الشباب. أول كان الشيبان والكباب العماد أول، لكن في العهد الجديد لا الشباب أكثر شيء الشباب. هذا مي كهرمان يجي طبيعي خام يعني من الله. أوكي، هذا أغلى داخل العرب كله، أغلى مصباح، غالي مصباح كهرمان. في جي هذا نويا بولندي اوكراني كلنغرادي الماني احسن شيء، بس هلين داخل السوق ما في موجود. في هذا عندي شوف تشكيله هذا كله موجود. الحين شنو موجود بالسوق الافضل؟ افضل بولندي احسن. كم سعر تقريبا؟ في 500 دينار، 1000 دينار، يا 10,000 دينار، كله موجود داخل السوق.